اهلا بحضراتكم من جديد، وفي الاخر اكيد طبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي. فوز مهم في البدايه، وبهذا النقص العددي الكبير بيبقى فوز كويس، فوز بيخليك تطمن على فرقتك. وضيوفي كمان تفضلوا وقالوا نفس الكلام وبرده نفس الامور الكويسه، ان طبعا اكيد نادي طلائع الجيش عمل مباراه كويسه، ادى اداء كويس، ونقول له هارد لك طبعا. نادي طلائع الجيش فرقه محترمه، شفنا كابتن احمد الجرحي بيتكلم عن الفريق ازاي، جهاز فني على اعلى مستوى، اداره على اعلى مستوى، لاعبين على اعلى مستوى. نادي طلائع الجيش كان يعني المباراه كانت لاخر وقت اكوال، فاكيد بنقول لهم هارد لك ومبروك للنادي الاهلي. رايك يا كابتن متهيألي يعني اداء كويس، بس خلينا قبل ما اعرف راي حضرتك خلينا نروح لنورهان طمان مراسلتنا من ارض الملعب، ولقاء مع مؤمن طارق خيري. الكلمه اليك نورهان، اتفضل. يا مساء الخير يا كابتن هيثم، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي طبعا، والف مليون مبروك المكسب. معانا مؤمن طارق خيري، بس انا قبل ما اقول لكم ان معانا مؤمن طارق خيري طبعا والده الكابتن طارق خيري قاعد هنا على جنب الكاميرا وبيغلوش عليها بعد طبعا ما كسبوا. انا عايز اعرف يا مؤمن انت هتبات فين النهارده؟ لا هحاول اخش البيت يعني، هنحاول نتصرف النهارده. الحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده، ماتش صعب، فرقه محترمه جدا، احنا فرقه مش كامله، ناشئين كلنا، فبناخد الفرصه بنحاول نثبت نفسنا، والحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي. مؤمن قول لي بقى، يعني ايه اصعب لحظات مرت عليك في المباراه؟ هو ما فيش لحظه معينه، هو الماتش كله كان صعب بصراحه. احنا بنطلع شويه، هم يروحوا راجعين وطالعين، يعني الجيم كله ماشي، الفرقتين قريبين من بعض. فزي ما قلت ان فرقتهم محترمه جدا ومدعمه السنه دي صفقات كويسه، واحنا لسه برضو بناخد فرص وناشئين، فالدنيا يعني بالنسبه لنا احنا كويسه، بنحاول نعمل الكوتش اوجوستي بيطلبه، ف يعني الموضوع لسه مش باين، بس الحمد لله مستوانا يعتبر كويس الحمد لله. طيب قول لي الغيابات، احنا يمكن اتكلمنا كتير عن الغيابات في الاستوديو التحليلي، واتكلمنا كتير عن الغيابات قبل المباراه، يعني انت شايف انه ان شاء الله مع عوده الغيابات شكل الفريق هيكون ازاي؟ هيكون احسن، لان هم لعيبه درجه اولى، احنا الناشئين، فاحنا بنحاول نساعد معاهم، لان هم احسن لعيبه في مصر، محدش يعرف يتناقش في حاجه زي كده بصراحه. فاحنا بنحاول نساعد معاهم ونتعلم معاهم، فالمستوى اكيد هيبقى مختلف، هيبقى افضل ان شاء الله، وان شاء الله نحاول نكتسح السنه دي كل البطولات باذن الله. اسالك سؤال صعب، ماشي، باباك غلط في ايه النهارده؟ لا انا ما بعمري عمري شفته بيغلط بصراحه، فهو يعني ما فيش غلطه معينه بصراحه، لا خالص. انت خايف؟ لا مش خايف، بس هو مفيش غلطه معينه. طيب قولي المباراه القادمه مصريه للاتصالات، مفروض يعني الماتش ده انت شايفه ازاي؟ لا ماتش كويس، فرقه كويسه برضو طبعا، هنتعامل معاه زي كل الماتشات، ماتش مهم، عايزين نثبت ان احنا نقدر نلعب في النادي الاهلي. بنحاول نساعد زي ما قلت برضو مع الدرجه الاولى، فهيكونوا تقريبا كملوا، فهنحاول يعني ناخد مكاننا معاهم ونساعد معاهم عشان نعمل روتيشن كويس وننفذ الكوتش اوجوستي طالبه، وان شاء الله ربنا يكتب لنا الخير ان شاء الله. طيب انا برضو ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن المدير الفني طبعا الجديد للفريق، يعني اكيد مدرسه مختلفه ومدرسه قويه وبسي في قوي، ايه اللي انت شايفه او لمسه مع المدير الفني الجديد ما كانش موجود؟ لا هو ما فيش حاجه ما كانتش موجوده بصراحه، كل المدربين اللي قبليه كانوا كبار، يعني سواء كان كابتن اشرف وكابتن ماريو، لا كلهم على مستوى عالي، كلهم كانوا بيتعاملوا معانا كويس. فرق ان الحظوظ، ممكن ايام كابتن اشرف كانت اصابات كتيره، ايام كابتن ماريو كان الاصابات برده كتيره، فلسه احنا في بدايه الموسم، يعني احنا كلعيبه ما ينفعش نحكم على المدربين، هم اللي بيحكموا علينا، فهم كلهم مدربين يعني رائعين جدا، فانا ما اقدرش احكم على حد فيهم بصراحه. طيب اخيرا بقى كلمه لوالدك. هارد لك. لا ما اقدرش اقول له حاجه تانية، يعني هو الموضوع بيبقى صعب عليا وعليه، هو هيخلي اللعيبه تلعب براحه عشان ابنه مش هيلعب قدامه، الكلام بيبقى كده دايما، بس كل واحد بيحاول يثبت ان هو لا ده كويس عشان اسمه، كل واحد كويس عشان اسمه، مش عشان انا مش كويس عشان بابايا مدير فني كان في الاهلي وبقى في الجيش، هي كل حاجه وكل واحد بدراعه، واحنا تعودنا على كده في النادي الاهلي. شكرا ليك جدا يا ده كان لقانا طبعا مع مؤمن طارق خيري احد نجوم فريق او مباراه اليوم. شكرا لك جدا يا كابتن هيثم، والعوده الى الاستوديو. نورهان طمان شكرا جزيلا ليكي، وعلى فكره مؤمن هيبات في بيته ان شاء الله عادي، ما فيش اي مشكله باذن الله. شكرا جزيلا نورهان طمان مراسلتنا من ارض الملعب. خليني اقول لكم انه هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي مؤمن بيلعب قصاد باباه، الناحيه الثانيه هو مدير فني الجيش، كل الاثنين كل واحد بيسعى يكسب فرقته، هو ده النادي الاهلي.
النادي الاهلي ده بنتعلم فيه كده والامور بتدور كده في النادي الاهلي مهما كنت بره، ولكن انت بتعمل الصح في الرياضه. يمكن كابتن طاهر الكلام ده هو اللي بيحصل في النادي الاهلي وده اللي اتعودنا عليه. اه طبعا ده الاهلي ده بيتنا زي او اكثر كمان من بيتنا، واحنا بنخدمه بعينينا وعمرنا ما هنقدر نأثر معاه، وبنحاول على قدر الامكان ان احنا نكون محل ثقه. كابتن طاهر مبسوط النهارده من المباراه والمباراه اللي فاتت؟ يعني عشان بس وقتنا انا 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 مبسوط عشان خاطر ان السياسه او النهج اللي اتبع فيه هو ليه هدف مركز فيه، ان هو الناشئين يديهم فرصه ونعتمد عليه. تمام كابتن سلاوي، راضي عن المباراه اللي فاتت والمباراه دي؟ اه طبعا راضيين، وبنقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي الجيش، وتستاهل النهارده المكسب، وتستاهل مكسب الاولاد الصغيرين، ودولت علامه هتبقى بارزه في تاريخ النادي. تعب مجهود سنين بدات تشوف ثماره. لكن يعني اللي عايز اقوله برضو ان لازم كل واحد فيهم يمسك الفرصه. صحيح يا كابتن، ان شاء الله، واكيد اللي جاي وطارق ومؤمن هيبات في البيت. انا ان شاء الله عادي. كابتن سلاوي بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، والف مبروك النهارده يا كابتن. شكرا، الله يخليك، ومتشكرين لوجودنا معاك يعني في القناه المحترمه. احنا بنشكرك يا كابتن. كابتن طاهر رجب بشكرك شكرا جزيلا، وبشكرك على حسن اداره اللقاء والماتش النهارده. ده بيتك يا كابتن وده مكانك كابتن طاهر. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، ده كان لقاءنا النهارده وكان تغطيتنا لمباراه كره السله الاهلي وطلائع الجيش. انتظرونا في لقاءات اخرى ومباريات أخرى مع استوديو الأبطال. شكرا جزيلا لحسن المتابعة.